بكم في حلقة جديدة من سلسلة ديالي تاع نصائح باش تعاونكم تشريو من محلات الملابس المستعملة. قبل ما ننسى حبيت نذكركم باش تشتركوا في القناة ديالي إذا عجبكم المحتوى وتشاركوا معايا أفكاركم وأراءكم وأي حاجة حبيتوا تشوفوها على قناتي في التعليقات. بلا ما نطول عليكم هيا نبدأ في الفيديو ديالنا. نصيحة اليوم راح تكون على كيفاش نشريو بين قوسين ملابس تاعنا من منطقة الرجال في محلات الملابس المستعملة ونحولوها الملابس تاع مرأة وواحد ما يفيق بينا. إذا كنتوا تشريو في تريكو ولا تريكو تاع صوف ولا قمجة ولا أي حاجة نلبسوها ملفوفة، تقدروا بكل بساطة تزيدوا لها سبتة، يعني حزام في الخصر ديالكم ما تزيروش بزاف. ثاني بالنسبه للسراويل ولا البناطيل ولا حتى الجينز، انا واش ندير دائما عاده يعجبوني البناطيل والجينزات اللي جايين في منطقه الرجال، علاش؟ باسكو يجيو عراض وما يجيوش فيهم كثير من التفاصيل. اذا واش ندير؟ نشري اللي عجبني ومن بعد واش نزيد لهم إلاستيك، يعني نزيد لهم كيما حنا نقولوا لاستيك من اللور، ولا نزيد لهم لاستيك على كامل الخصر ديالي ويولي هذاك السروال ولا هذاك الجينز يجي قدي. وثاني راح نهضر لكم على لي فيست ولا المعاطف، واش ندير انا عاده ولا عامه نحب نلبس حاجه عريضه، اذا واش ندير؟ مباشره نروح نشريها من جهه الرجال، وبالنسبه لهذا القطاع ما نزيد لهم حتى حاجه، بمعنى ما نزيد لهم لا حزام ما نزيد لهم لاستيك ما نزيد لهم حتى حاجه، يعني انا نحبهم يجوني عراض هكذاك برك. واش ندير؟ ما نروحش اللي بزاف عريض، مثلا انا نلبس ام، اذا نروح نشري الال ولا الاكس ال، ما نشريش كثر خاطر راح تعاود تبان لي كيس وراح تعاود تبان بلي حاجه رجال. اخر حاجه راح نهضر لكم عليها هي القطعه المفضله تاعي اللي نحب نلبسها في الخريف ولا في الشتاء، اللي هما لي جيلي تاع الصوف، السترات الصوفيه. اغلب ستراتي الصوفيه، نصارحكم ستراتي الصوفيه اغلبها شريتها من منطقه الرجال في محلات الملابس المستعمله. علاش يعجبوني؟ خاطرش دائما يديروهم عراض ويديروا الصوف ديالهم يجي خشين ويدفي، يعني صوف دافي وخشين، كل حاجه نحبها فيهم. هذه القطعه ثاني كما نزيد لها حتى حاجه كما قلت لكم، ما نزيد لها لا حزام لا لاستيك. قطع السترات الصوفيه ولا الكارديغنز ولا لي جيلي تاع الصوف نحب نلبسهم عراض كيما راهم. لحقنا نهايه النصيحه تاع اليوم، ان شاء الله نكون عاونتكم تاعك اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في نصيحه واحده اخرى في فيديو واحد اخرى عن قريب، وهذا ما كان. سلام.